افتتح سفير دولة الكويت في الجمهورية الفرنسية سامي سليمان افتتح الجناح الخاص للخطوط الجوية الكويتية في معرض بورت فورساي الفرنسي للسياحة في العاصمة باريس، بالإضافة إلى إعلان إطلاق رحلات يومية بين باريس ودولة الكويت. سفير دولة الكويت في الجمهورية الفرنسية سامي سليمان الجناح الخاص للخطوط الجوية الكويتية في معرض بورت فرساي الفرنسي للسياحة في العاصمة باريس للاحتفال بإطلاق رحلات جوية يومية ما بين باريس والكويت خلال شهر نوفمبر المقبل. حضر المعرض وفد من سفارة دولة الكويت والمدير التسويقي للخطوط الجوية الكويتية مناور المناور، بالإضافة إلى فريق العمل من الكويت. الرحلات اليومية جاءت بعد دراسة أن في هاي ديماند، في طلب عالي على الرحلات، وهذا اللي خلانا إن شاء الله في آخر أكتوبر إن شاء الله وأول نوفمبر يكون في رحلات يومية إلى باريس. تعود الخطوط الجوية الكويتية إلى الواجهة من خلال حصولها على المركز السابع عالميا من ناحية الدقة في مواعيد الإقلاع والهبوط لطائراتها، كما تم ترشيحها من قبل منظمة أبيكس العالمية المختصة بشؤون الركاب عالميا، سعيا منهم لتحقيق المزيد من التقدم في شتى معايير الأداء المتوقعة من شركات الطيران العالمية بكفاءة ومهنية عالية. كما أصدرت وكالة OAG البريطانية تقريرها الدوري لشهر أغسطس 2019 والمتضمن نسبة انضباط المواعيد ل 175 شركة طيران في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث أكد التقرير تقدم معدل انضباط مواعيد وصول رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى مطار الكويت الدولي من 88% في شهر يوليو إلى 93% في شهر أغسطس 2019، لتحتل المركز التاسع ما بين 175 شركة طيران في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والمركز الأول على شركات الطيران العربية. فيما يتعلق بنشاط الكويتية في فرنسا فهو نشاط مزدهر ومستمر. العام الماضي كانت هناك زيارة لرئيس مجلس الإدارة يوسف الجاسم مع وفد رفيع، ووقعوا اتفاقية مع شركة الايرباص وتم التعاقد على شراء طائرات جديدة لتحديث الطور الكويتية، بالإضافة إلى أنه تم تسيير طائرة يومية مباشرة من الكويت إلى باريس. معرض الفرنسي للسياحة أو بما يعرف بتوب ريزا هو موعد سنوي يلتقي فيه العاملون في المجال السياحي والسفر من أجل تبادل الأفكار وتقديم الخدمات والعروض السياحية، حيث تستطيع أن تسافر من جناح إلى آخر لاكتشاف آخر العروض السياحية في بلدان العالم الأوروبية والأسيوية. كانت معكم فرح الهاشم، تلفزيون دولة الكويت، بورت فرساي، باريس.